بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الليست فيو وازاي نعمل لها كاستم ونضيف فيها صورة وتكست. على سبيل المثال انا عندي هنا مجموعة من المقرئين، محتاج ان انا اعرض عندي في الابليكيشن بتاعي اعرض صورة المقرئ وحط الاسم بتاعه جنبه، وتحت احط وصفة واحط الجنسية بتاعته. طيب هناخد اول حاجة المقرئين دول، كوبي، ونيجي هنا عندي فولدر الدروبل واقول بيست. اوكي، ضاف عندي الصور. هنا هاجي هنا في اول لاي اوت عندي الاكتيفيتي مين، وهضيف الليست فيو. عندي ظهرت الليست فيو، نتاكد ان الليست فيو اللي اوت اللي موجوده جواه ريلاتيف لاي اوت. طيب هنيجي هنا في الليست فيو، بس نعمل لها اي دي اندرويد، اي دي ايكوال، هسميها ليست فيو اندرسكور واحد. طيب كويس، هل انا محتاج هنا حاجه؟ لا، في اللي اوت ده خلاص انا مش محتاج حاجه هنا. نقفل. هاجي هنا في المين اكتيفيتي، محتاج ان انا اعرف كام فاريبل عندي واشوف ايه ان انا هستخدمه فيه. محتاج ان انا اعرف الليست فيو بتاعتي. ليست فيو اللي انا هعرفها، محتاج ان انا اعرفها علشان اعرف الداتا اللي فيها ايه، او انا جاي بعد كده اجيت او افايند الليست فيو، محتاج ان انا اعرفها عن طريق هعمل لها كاستنج زي ما احنا كلنا متعودين. يبقى الليست فيو عرفناها هنا، مدي عليها لسه مش عارفها، ندوس الت وانتر. خلاص كده، محتاج عشان اعرض الداتا اللي احنا قلنا عليها، يبقى انا محتاج عندي اسماء الشيوخ والجنسيات بتاعتهم والصور. طيب يبقى انا محتاج اول حاجة اعرفها ايه؟ محتاج ان انا اعرف array of strings. يبقى اقول كده، يبقى string عشان اقول ان هو array، بعمل كده تمام، وبكتب هنا شيخ نيم، بعرف الاسم بتاعه، واقول equal، افتح قوس واقفل والسيمي كولون بتاعتي، واضيف السترينج بتاعي. اول شيخ عندي اسمه صلاح بو خاطر، ده اول شيخ موجود عندي، يبقى صلاح بو خاطر. والشيخ التاني اسمه احمد العجمي، والشيخ التالت اسمه سعود الشريم، وبعد كده الشيخ الرابع عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ اللي بعد كده عبد الله الخياط، وبعد كده الشيخ الاخير مشاري العفاسي. طيب ده بالنسبه يا جماعه للاسماء. طب وانا بحتاج ان انا اضيف الجنسيات، برضو هعرف array of strings، يبقى string شيخ nationality equal، افتح واقفل واضيف اول شيخ عندي صلاح بخاطر، ده اماراتي. الشيخ التاني هنا سعودي، الشيخ ده سعودي، وسعود الشريم سعودي، وبعد كده عبد الباسط عبد الصمد مصري، وهنا برضو عبد الله الخياط سعودي، وبعد كده مشاري كويتي. تمام، هما ست قراء، يبقى الأخير ده أشيل كده، مظبوطين. طيب زي ما احنا ضفنا الشيخ نيم والناشوناليتي، محتاجين ان احنا نضيف الايديهات بتاعتهم. يبقى انتجر
array of integer image id اعرف r dot drawable زي ما احنا هنا شايفين dot اول شيخ اسمه صلاح، صلاح ابو خاطر، وبعد كده r dot drawable dot احمد العجمي، وبعد كده r dot drawable dot سعود الشريم، بعد كده r dot drawable dot عبد الباسط عبد الصمد، وبعد كده r dot drawable dot عبد الله الخياط r dot drawable dot مشاري. تمام، احنا كده نقفل. يبقى احنا كده ضفنا اسماء الشيوخ كلهم في array of strings، و array of strings للشيخ nationality، و array of integer لل image id لكل صورة عندنا. طيب لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس. انا محتاج ان انا اضيف عندي كلاس جديد عشان اعمل فيه كاستم للليست فيو. يبقى هنعمل كلاس لجافا كلاس هسميه كاستم ليست فيو عشان انقل فيه الداتا، انقلها للليست فيو عندي. طيب او عشان اعرضها بطريقة معينة، هقول هنا extend الاري ادابتور ادابتور، هاجي هنا اقف والت وانتر، ومحتاج ان انا اعمل كونستراكتور اوتوماتيك على طول. عشان اجي اشتغل هنا برضو محتاج ان انا اعرف الشيخ نيم والشيخ ناشوناليتي وبرضو الاي دي. هاجي هنا بقول string برضو of array of strings برضو للشيخ نيم، وبرضو array of strings للشيخ ناشوناليتي. وهنا برضو array of integer للـ image id. والتلاتة variable اللي انا عرفتهم هنا دول كل اللي انا محتاجه انا استخدمهم هنا بس، مش محتاج استخدمهم خارج الكلاس. عشان اميزهم هعمل هنا underscore brv يعني private، اخد ده كده، والناشوناليتي نفس الموضوع، والاي دي هي نفس الموضوع. محتاج برضو عندي هنا اعرف activity هو الاكتيفيتي، هسميها activity underscore context، وقول عليها برضو private. وبرضو الت انتر عرفناه. هناخد هنا الاكتيفيتي دي كونتكست واحطها هنا للكونستراكتور، ابعتها للكونستراكتور. هاخد هنا السترينج للشيخ نيم واحط هنا مكان الريسورسز هنا، واخد هنا السترينج للشيخ ناشوناليتي كوما وهبعته هنا، وهبعت هنا الانتجر للايمج اي دي اندرسكور برضه برايفت هنا، وهجيب هنا الاكتيفيتي كونتكست اضيفها هنا للسوبر كويس. وبعد كده هنا بقول ار دوت اللاي اوت دوت محتاج هنا. طيب خلينا الحته دي ارجع بس حاجه صغيره. محتاج ان انا زي ما احنا عملنا هنا اللي احنا عرضنا فيه
الاكتيفيتي مين اللي هو ده الليست، محتاج ان انا ابعت الصورة زي ما قلنا والتكست والتكست. طيب هعمل هنا نيو، اقول هنا اكس ام ال لاي اوت فايل وهسميه ليست فيو اندرسكور لاي اوت زي ما هو كده. خلينا نرجع للحته الصغيره دي عشان ما يبقاش احنا عندنا مشاكل. اقول ار دوت اللاي اوت دوت الليست فيو اللي احنا لسه عاملينه كرييت دلوقتي، وابعت له هنا الشيخ نيم. طيب معلش هرجع هنا للليست فيو اللي عندنا هنا عشان اعرض فيها بس الشكل. هاجي هنا وهعمل ريليتيف لاي اوت وهنديله بعض الخصائص اندرويد لاي اوت اندرسكور ويتس راب كونتنت. وهاجي هنا اندرويد لاي اوت اندرسكور للهاي راب كونتنت، ومحتاج ان انا اقول اندرويد لاي اوت ميرجن بوتوم، واقول له برضو ادي له هنا البوتوم ده دي مثلا 5 dB واندرويد هدي له هنا بادنج ايكوال 15 dB. ده هنا اللاي اوت اللي احنا شغالين عليه اللي هو الريلاتيف. طب الريلاتيف ده زي ما قلنا احنا محتاجين اضيف جواه ايمج، ومحتاج ان اضيف تكست اللي هيتعرض جنبه الاسم للشيخ، وبعد كده او المقرئ، وبعد كده لاي اوت تكست فيو تاني. طيب هاجي هنا للديزاين بتاعهم، خلينا في السبليت احسن عشان نشوف الحاجه واحنا بنكتبها. هاجي هنا للايمج فيو، للايمج اول حاجه هو اسميه للصوره ايمج فيو اندرسكور شيخ بيكتشر، واقول هنا مثلا سميه 80 dB الويتس بتاعه، والهاي برضو 80 dB كويس. وبعد كده اديله الويت بتاعه لاي اوت اندرسكور ده بالنسبة للصورة. طيب التكست اللي بعد كده هسميه تكست فيو اندرسكور شيخ نيم، الويتس بتاعه زي ما احنا قلنا هنخليه راب كونتنت والهاي راب كونتنت. وبعد كده هقول له اندرويد، الحاجات دي طبعا كلها ديزاين يا جماعة المفروض احنا بنعرفها بس بنتعلمها واحدة واحدة واحنا شغالين، هنشوف دي معناها ايه. اندرويد layout underscore align parent top، بقول له هنا true. وبعد كده android layout underscore to end of، تو اند اوف هنا ايه؟ للصوره، للاي دي بتاع صوره الشيخ. خدوا بالكم. هاجي هنا بعد كده اندرويد لاي اوت اندرسكور، هقول المره دي هنا ايه؟ تو رايت اوف، وهقول
للصورة، وبعد كده هقول اندرويد، بعد كده تكست كولر، وبرده اندرويد تكست سايز، هقول مثلا هنا 22 GB اندرويد، وبعد كده تكست ستايل ايكوال بولد. الحاجات طبعا انا عارف لو الناس بتستخدم الاندرويد لاول مره، الناس اللي هي اللي معايا، فالحاجات دي كلها تعتبر بالنسبه لهم جديده، ولكن بعد كده هتقدر تستخدمها عادي ما فيهاش اي مشاكل. تعرف ازاي تعمل بادنج، ازاي احدد التكست ستايل بتاعي، والتكست سايز اديله السايز بتاعه او التكست كولر. هاجي هنا للتكست التاني، نركز هنا عشان هنا برضو هيبان تكست فيو اندرسكور شيخ ناشوناليتي. بعد كده هقول الويتس بتاعه راب كونتنت والهاي راب كونتنت. وبعد كده بقى هاخد حاجة جديدة تانية اندرويد، بعد كده هقول هنا لاي اوت اندرسكور بلو، بلو هديله ايه؟ هديله الاي دي بتاعت الشيخ نيم. يبقى انا بقوله ان انا انزلها لي، ناخد بالنا من هنا هننزلها فين؟ هتيجي هتنزل هنا تحت، بصوا كده نزلت هنا تحت. بعد كده هقول ايه تاني؟ هقول هنا اندرويد برضو لاي اوت اندرسكور تو اند اوف، ناخد بالنا راحت فين؟ اليمين. وبعد كده باجي هنا اقول اندرويد لاي اوت اندرسكور تو رايت اوف، واضيف الاي دي بعد كده. لازم الاثنين يكونوا موجودين. بعد كده بقول اندرويد برضو لاي اوت اندر سكور للويت بتاعي ايكوال، هخليه هنا مثلا ايه 1، وبعد كده اندرويد بادنج ليفت اقول هنا 5 5 دي بي. طيب وبعد كده برضه نديله الكالر اندرويد تكست كالر ايكوال، اعمل هنا 1 2 3، يبقى احنا كده خلاص خلصنا. هشيل هنا بقى التكست ده، انا بس كنت عامل كده عشان اعرض، وهشيل التكست فيو ده عشان مش محتاجه، وهنا برضو الصورة مش محتاجها هشيلها بس، واقفل اللاي اوت ده خلاص. انا كده مش محتاج اللاي اوت ده بتاعي، انا كده ايه يعتبر خلصت. والاكتيفيتي المين برضو اللاي اوت مش محتاجه. خلينا بقى نرجع للكلاس اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو الايه كاستم ليست فيو، نشوف احنا هنكمل فيه ايه. الموضوع طبعا ان شاء الله سهل يا جماعه مش صعب، ولكن هو كتابه الكود بالنسبه لنا يعتبر زياده شويه النهارده. طيب زي ما احنا هنا عملنا الكونستراكتور بتاعنا، بعتنا الكونتكست وقلت له انا هبعت الشيخ نيم، انا اللي كريته زي ما انا عايز، قلت له هبعت شيخ نيم والشيخ ناشوناليتي والايمج، فقلت له هنا السوبر بياخد الكونتكست بتاعي اللي هو الاكتيفيتي كونتكست وللاي اوت، وبعرض معاه الشيخ نيم. زي ما عرضت بعت هنا للشيخ نيم، هعمل ايه تاني؟ هبعت الباقيين، هقول this dot، اول حاجه عندي هنا ايه activity context equal activity context، يبقى انا كده بعت اول حاجه. طيب هاجي هنا this dot الشيخ نيم equal الشيخ نيم، يبقى انا خلصت من تاني حاجه، يبقى انا عايز الشيخ ناشوناليتي كويس، يبقى هنا this بعرفه this dot الشيخ ناشوناليتي ايكوال الشيخ ناشوناليتي.
يبقى انا كده السترينجز اللي انا عرفتها عند اري اوف سترينجز اللي انا عرفتها وبعتها هنا، بقول له كل مره بقول له ان الكونستراكتور بتاعي ده الاكتيفيتي كونتكست هي الاكتيفيتي كونتكست اللي موجوده هنا، وبقول له هنا الشيخ نيم دي هي اللي انا ببعتها اللي موجوده عندي هنا للبرايفت، وبقول له ان الشيخ ناشوناليتي السترينج ده هو ده اللي موجود عندي هنا. طيب اقول له هنا this dot الايمج اي دي ايكوال ايمج اي دي للبرايفت. لحد كده كويس جدا، مفيش اي مشاكل. بعد كده ما خلصنا هاجي بعد كده هضيف حاجة تانية. في عندي فانكشن اسمها جيت للفيو. الجيت للفيو اللي احنا ضفناها دي هنعرف هنستخدمها ليه. محتاج هنا عندي ان انا اضيف كلاس جديد اسمه فيو هولدر. كلاس فيو هولدر، وافتح واقفل، اضيف كونستراكتور ليه على طول من غير كلام، فيو هولدر، افتح واقفل افتح واقفل، واقول له هنا فيو فيو. نفس اسم الكلاس. طيب هاجي هنا في الفيو هولدر محتاج ان انا اعرف التكست فيو اللي موجود عندي في اللاي اوت اللي موجود عندي هنا عشان اقدر استخدمه، عشان عندي هنا تكست فيو للشيخ نيم وتكست فيو للشيخ ناشوناليتي وعندي الايمج اللي موجوده، انا محتاج دول اعملهم. يبقى انا اجي هنا هاجي هنا اقول هنا تكست فيو للشيخ نيم، هسميه برضو اسم تاني فيو هولدر. انا هنا جوه الفيو هولدر، يبقى التكست اللي هو التكست بتاعي هسميه شيخ نيم للفيو هولدر. طيب هاجي هنا الت وانتر، وبعد كده هقول هنا التاني حاجة تكست فيو للشيخ ناشوناليتي برضو للفيو هولدر، والحاجة الأخيرة المرة دي بقى ايمج، ايمج فيو للايمج اي دي اندرسكور فيو هولدر. الموضوع سهل مفيش أي حاجة صعبة. أجي هنا وألت إنتر خلاص اتعرف كده كده. بعد كده ما عملتهم التلاتة مفيش أي مشاكل، دول أنا هعرضهم بس هنا مش في القناة بتاعت فوق هنا. وهاجي هنا جوه الكونستراكتور هقول الشيخ نيم للفيو هولدر. نركز بقى، هعمل كاستنج للتكست تكست فيو، وهقول هنا فيو الفيو اللي هي دي اللي موجوده جوه الفيو هولدر للكونستراكتور فيو دوت فايند فيو باي اي دي ار دوت ها الاي دي دوت التكست فيو للشيخ نيم. برافو. وبعد كده هاجي الثانيه الشيخ ناشوناليتي للفيو هولدر هيساوي عمل الكاستنج بتاعي تكست فيو، هقول هنا برضو الفيو دوت فايند، قول هنا الار دوت الاي دي دوت التكست فيو للناشوناليتي. كويس جدا، الموضوع سهل يا جماعه بس ايه الخطوات زياده شويه، لكن بعد كده الدنيا هتبقى بالنسبه لنا واضحه جدا. بعد كده هقول ايمج الاي دي للفيو هولدر، هعمل كاستنج عليه اعرفه ايمج ايمج فيو، هقول هنا الفيو دوت عشان انا عايز اعرض الداتا دي كلها جوه الفيو، فلازم اقول ان الفيو دي هي اللي هتفايند دوت فايند فيو اي دي ار دوت الاي دي دوت الايمج للشيخ بيكتشر. كل ده كده يا جماعه جميل جدا تمام. انا مش محتاج حاجة غير اللي انا عملتهم هنا دول دلوقتي.
هاجي هنا بقى في الجيت فيو، هعرف فيو اقول ار هتساوي كونفرت فيو، مفيش اي مشاكل عشان يحول الفيو دي، هنحول كونفرت فيو اللي جايه دي. طيب اقول هنا فيو هولدر، هقول هو ده الفيو هولدر، بعرف اوبجكت من الكلاس ايكوال نيو فيو هولدر، اسف اقول هو فيو هولدر ايكوال نال، بعرفه اللي هو اوبجكت منه بس بخليه بنال الاول حاجه، وبقول هنا اف، طبعا عملت اف اقفل على طول ان الار ايكوال ايكوال ها نال. اول ما اعمل اف اعمل else على طول ونشوف هنا هنكتب فيها ايه لسه. طيب اف ان الار ايكوال ايكوال نال، في حاجه اسمها لاي اوت انفليتر، لاي اوت انفليتر، اللاي اوت انفليتر ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كونفرت من الاكس ام ال فايل لجافا اوبجكت، هيساوي الاكتيفيتي ها دوت جيت لاي اوت انفليت، زي ما قلنا كده بيعمل كونفرت من الفايل الاكس ام ال لاوبجكت جافا. ونيجي هنا الت انتر اتعرفت كده. طيب بعد كده بقول ان الار بتساوي اللاي اوت دوت انفليت، انفليت للار دوت اللاي اوت، شوف هنا بيحول يا جماعه دوت الليست فيو اللي احنا عملناها اللاي اوت، ونقول هنا بنال وترو. سهله، عملنا هنا فيو اسمها ار بتساوي كونفيرت للفيو، بيحول الفيو، وبعد كده عملنا اوبجكت من الفيو هولدر، عملنا اول حاجه بنال، وبعد كده عملنا اوبجكت من اللاي اوت انفليت، اللي قلنا اللاي اوت انفليت هو بيعمل كونفيرت من فايل الاكس ام ال ال الاكس ام ال لجافا اوبجكت، بعتنا له هنا الاكتيفيتي كونتكست دوت جيت لاي اوت انفليت، وقلت له هنا الار بتساوي اللاي اوت انفليت دوت انفليت للايه؟ للفايل الاكس ام ال، وبعد كده بعتنا له نال وترو. تمام؟ لحد هنا ان شاء الله مفيش مشاكل. بعد كده اقول هنا فيو، الفيو هولدر عندي هنا ايكوال نيو ها فيو هولدر، للار، وبعد كده هنا بيقول ار دوت سيت للتاج الفيو هولدر. تمام، هاجي هنا بقى حاجه صغيره هنا في الالس، واعتبر كده احنا خلصنا فيو هولدر ايكوال ايكوال الفيو هولدر للار دوت جيت التاج بس. هيساوي فيو للهولدر للارض جيت التاج.
وهنا طبعا لما نيجي نعمل ريتيرن هنعمل ريتيرن للار، ما ننساش النقطة دي، ريتيرن للار. لحد كده يا جماعة اعتقد ان الدنيا واضحة، ما فيهاش اي مشاكل. هنيجي بس هنا ناقص حاجة عندنا صغيرة في الاكتيفيتي، في الاون كرييت بقى، عشان نعرض الداتا بتاعتنا محتاج ان انا اكاست ليست فيو. الليست عندي هتساوي ليست فيو فايند فيو اي دي ار دوت الاي دي دوت الليست فيو 1. وبعد كده المفروض بقى هروح معرف اوبجكت من الكاستم، كاستم ليست فيو، كاستم ليست فيو هيساوي نيو كاستم ليست فيو. وبعد كده هنا هروح قايل الليست فيو دوت ها سيت ادابتور للكاستم ليست فيو. طيب هنا في عندي ايرور في حاجه، ايه الايرور اللي عندي؟ هيبان احنا دلوقتي عشان اعرف ان في ايرور ولا لا موجود عندي، خليني اعمل هنا ريبيلد، ولو في اي ايرور اسف هنا اهو نيو كاستم ليست فيو. ثانية واحدة، لهنا للزيس، وبعد كده ابعت له الشيخ نيم والشيخ ناشوناليتي وبعد كده الايمج، صح كده. لما انا بعمل هنا ببعت عملت اوبجكت من الكاستم ليست فيو، لازم ابعت له الاكتيفيتي كونتكست، خلاص اوتوماتيك موجوده اهي. وبعد كده بعت زيس للشيخ نيم، ببعت هنا زيس، ايوه زيس اللي هي الاكتيفيتي، وبعد كده الشيخ نيم والشيخ ناشوناليتي، وبعد كده الايمج اي دي. يبقى كده دي مظبوطه عندي، ما فيهاش ان شاء الله اي مشاكل. اعمل ريبيلد عشان اتاكد ان الدنيا عندي ما فيهاش مشاكل. في عندي هنا ايرور اتريبيوت، هنا دي ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي. دي توب اي كود انا بكتبه يا جماعه وعايز اتاكد منه بيعرض لي المشكله اللي عندي هنا، فبيقول لي ان الاتريبيوت عندي اللي هو اندرويد لاي اوت اندرسكور الاين بيرنت اندرسكور، مفيش حاجه اسمها اندرسكور توب، هي توب على طول، وهي بتتكتب احنا كتبناها غلط. فنعمل هنا ريبيلد ونتاكد في ايرور تاني عندنا ولا لا. في ايرور تاني اتريبيوت، اللاين بيرنت ده نفس الموضوع، بيرنت دي برضو اللاين بيرنت دي كابيتال مش سمول، ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي. طيب نعمل هنا ريبيلد، لو في ايرور تاني هيبان الموضوع، بس محتاج كتابة شوية يا جماعة، لكن هو طبعا موضوع بسيط جدا وسيمبل وسهل جدا زي ما احنا شايفين. انا عمل بيلد وفينش. طيب نرن بقى ونشوف الدنيا هتظهر فيها ايه المرة دي، نذاكر ونركز كتير. الاندرويد سهل جدا وبسيط، بس محتاج براكتس كتير، ممارسة جامدة يعني. طيب لو في ايرور هيبان لنا مسج دلوقتي ان هو لازم البرنامج يتقفل، لو لا يبقى البرنامج شغال، هتظهر على طول الحاجة بتاعتنا. فاحنا هنشوف هنا ايه الحاجة اللي هتظهر عندنا. لسه هنا عندنا بيران زي ما احنا شايفين تحت هنا اهو، اهم حاجة نركز يا جماعة. وزي ما احنا شايفين كده واحنا بنكتب، ما نكتبش بسرعة طبعا، بكتب بسرعة عشان عايز اشرح في وقت قليل
توصل معلومة سهلة، ولكن واحنا بنشتغل براحتنا ما بنكونش مستعجلين، فالدنيا تبقى بالنسبة لنا واضحة. وزي ما احنا شفنا الاتريبيوت اللي احنا ضفناها النهاردة يمكن تبقى مش جديدة على ناس، لكن اكيد هتبقى جديدة على ناس تانية. طيب هنا هي ظهرت عندي هنا عادي، ولكن الصور ما ظهرتش، وانا في عندي حاجة هنا مش مظبوطة. طيب نيجي هنا ونشوف ايه المشكلة اللي عندنا. ارجع هنا للكاستم، واتأكد من حاجة، الاكتيفيتي للشيخ نيم هنا مظبوط، وبعد كده هنا عندي تمام. في هنا حاجة انا برضو اسف، عند الار وانا هنا اسف، انا هنا معلش انا اسف، هنا وانا بكتب في الكود المفروض اقول له هنا ان الفيو هولدر دوت الايمج اي دي، معلش انا اسف، دوت سيت ايمج ريسورسز، وبقول له هنا بعد كده الايمج اي دي، هعمل كده بوزيشن عدت عليا. طيب بعد كده اقول هنا فيو دوت الشيخ نيم دوت سيت للتكست، بعد السيت للتكست بقول هنا برضو الشيخ نيم، وبعد كده البوزيشن. الفيو هولدر دوت الشيخ ناشوناليتي دوت ستيت للتكست، هقول هنا الشيخ ناشوناليتي للبوزيشن. طيب نعرض، واحنا شغالين يا جماعة في حاجات بتبان عندي الشغل بتاعي مظبوط ولا لا. زي ما احنا شايفين عرضت، الواحد وهو شغال بسرعة زي ما بيقول بتحصل مشاكل، ولكن ظهرت عندي اهي. فعايز اقول نقطة، لما انت بتكون فاهم الكود وانت شغال بتلاقي نفسك لو انت في حاجة نسيتها او البروجكت بتاعك رن ومفيش ايرور موجودة جواه، ولكن في حاجة ناقصة، فبتاخد بالك ايه الحاجة اللي ناقصة عندك. فانا طبعا هنا كل اللي انا عملته هنا الفيو هولدر للايمج اي دي ما عرفتلوش فين هحط الصوره بتاعتي، البوزيشن بتاعتها، او الشيخ نيم البوزيشن بتاعه، او الشيخ ناشوناليتي زي ما احنا شايفين الاسم للشيخ والصوره بتاعته والجنسيه، وبرده احمد العجمي والجنسيه، سعود الشريم والجنسيه، عبد الباسط او عبد الله خياط، وهكذا مشال وهكذا. الموضوع يا جماعه ان شاء الله سهل، اعذروني لو انا بس وانا بشتغل معاكم بشتغل بسرعه شويه، ولكن بحاول اكون يعني بشرح كل حاجه على قد ما اقدر. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.